السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ طيب الحمد لله. نحبك في الله. حبك الله. عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت. تفضل اسأل. أول سؤال، أنا في الشغل بنبقى شغالين مع صاحب الشغل، بتلاقي أشخاص شغالين معانا بيشغلوا أغاني وشربوا سجاير، فبنكر عليهم فبيفضلوا يعني شغالين بيشربوا سجاير وكده أو أغاني. فبقول لصاحب الشغل اللي هو مسؤول عننا وجايبنا وكده إنه المفروض هو يوقفهم عن الموضوع دوت، لأنه أنا كنت شغال قبل كده مع واحد كان مانع الكلام دوت خالص. تكون شخصيته قوية ورجل مسلم صح، لكن اللي معاكم هزيل يريد شغله يمشي بأي طريقة. بقول لك لو عملت كده هيمشوا سيبوني، ما فيش شغل، ما فيش ناس هتيجي معايا. والله انا اقول لك واتقوا من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب انا اقول له يعني بقول خلاص، يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، قدم النصح. بقول له انت تقسم ولا هو خلاص انا هو اضرب نفسي. شكرا.